بطبيعة الحال مصر ستستمر في كل جهد مخلص تقوم به بالتعاون مع الأصدقاء في الولايات المتحدة ومع الأشقاء في دولة قطر. لن نتوقف عن هذا الجهد الجاد والمخلص من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي. أتفق تماما مع ما ذكره الوزير بلينكن بأن المشكلة هي غياب الإرادة السياسية لدى طرف بعينه، وهو واضح تماما حينما نصل إلى نقطة الحقيقة للتوصل إلى اتفاق يتم اختلاق الزرائع والمزاعم، مما يشتت الانتباه عن نقطة الحقيقة وهي التوصل إلى اتفاق يقضي لوقف إطلاق النار. فهي هذه هي المشكلة الحقيقية. فيما يتعلق بسؤالك حول ممر فيلادلفي، موقفنا واضح وصريح وكررناه أكثر من مرة، وهي أن مصر لن تقبل أي تغيير لقواعد العمل التي كانت قائمة قبل 7 أكتوبر، خاصة فيما يتعلق بقواعد عمل وتشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، الرفض الكامل لأي وجود عسكري على الجانب الآخر من المعبر وعلى الممر المشار إليه. وهذا موقف مصري واضح ولن نحيد عنه. شكرا.